عسلامة. مرحبا. عسلامة. عسلامة. لاباس مسيو؟ الحمد لله عايش بارك الله فيك. خلينا نحكيو شوية على علاقتك بالجمعية اللي هي نادي الإفريقي. نادي الإفريقي هي الأم، هي المستقبل، هي الماضي، هي الحاضر، هي النادي الإفريقي هو نتنفسوه لله. هاي نشوفوا زادة في ابنك ورث يعني الحب بتاع النادي الإفريقي. ولدي باش احكي لك طرفة، أنا صغيرة ريتو هذا عمره 20 مينوت، عمره 4 دراج لما لبسوا جورنير تاع النادي الإفريقي. معناها بالعمل هذا هو وأخته راهو تجبدلو حاجة غير النادي الإفريقي راهو صي يدخل في عالم آخر. خليته يحب النادي الافريقي والا اعطيته حريه الاختيار؟ بيان سور، شوف حريه هو ما نجمش ياخذ حريته صغير، ما با لي شوا، معناها ما نجمش يختاره. خاطر شفنا برشا عائلات تلقى البو متاثر ياسر بجمعيه ويحب صغيره يزاد يتاثر بها، يشري له اللباس نتاع الجمعيه هذيك، لكن كي يكبر شويه تلقى عنده ميول لجمعيه اخرى. لا شوف، انت صغيرك انت علاش تربيه؟ وشنو هي الغرام اللي تغرسوا فيه؟ بالنسبة لي أنا الكلوب أفريكان راهو جدودي وعمامي وإخوائي كنا كلوبيستين. عائلة كاملة، ما فيكمش واحد آخر معناه في جمعية أخرى؟ جمعية أخرى مستحيل هذا يمشي. كيف تصير هاي؟ من علامات الساعة. زوجتك مثلا؟ زوجتي والله هي الحقيقة ما مستقلة على الكورة وعلى الدنيا، مي بون بويسكي تبع معانا تشجع معاكم الجمعية. سيور بيان سيور بيان سيور تشجع معانا ما لسنا. كان تبع ثنية أخرى ولا بنت الناس. ليه؟ كلوب أفريكان راه. بنقولوا زوجتك جات محبة للترجي الرياضي التونسي. ما نعرسش بها. امبوسيبل. لا نعرس بها. والله عاش بهيش. ما ناخذش إذا كان أوريزمون أنا جيت بعيدة على دومين. يعني ما عندها حتى علاقة بالكورة. ليش لكن تتبع معانا احنا تشجع معانا. سيتو. أما كان جيت تحب جمعية أخرى. انت كلوبيستي في الدم لدرجه انه ما تتزوجش وحده معناها تحب جمعيه اخرى. انا مرضت على الكلوب افريكان. كيفاش مرضت عليه؟ مرضت، انا عملت تسريح على القلب. بيان سي. انا عملت تسريح على القلب على مرضت على خاطر الكلوب افريكان وماتش مازامبي وقتها. هذاك الماتش يلزمو ما تذكروهوش هذاك. انا عملت تسريح على القلب قلت لك راني. بوسيبل. والله شنو تحب نوريك؟ رسول الله. راس نتاعها ما نعرفش انا كان نوري لك باش. شي واحد ما يلزموش يفادلك معاك. هي مازالت بلاصه راس نتاعها. بيان سور تو ناخذ في الدواء. لطف لطف عليك. معناها واحد ما يلزموش هكا ينبر بحذاك على الجمعيه ولا. شوف الحاجه الباهيه، نحن في الكلوب افريكان عندنا تاريخنا وعندنا دنيتنا، حتى اللي ينبر نجموا نجاوبوه. داكور. تفادليك يعني حتى تنبير تفادليك. ريزرفوار كبير ياسر نحن في الكلوب افريكان، في اللي يقول لنا كلمه رجعوا له 10. شنو هو اللي خليك تصرح معناها صرحت عروق في القلب؟ والله على خاطر الجمعيه. شنو هو صار لك وقتها؟ احكي لي تفاصيل. طلع لي طونسيون وقتها وصارت لي طلعت لي ترومبونين وقتها، مشيت انا للارجونس وكذا قلت لي ترومبونين طالعه. مشيت قال لي عندك، بعد كي مشيت للكارديولوج قال لي عندك عرق في القلب. هذا وقتها قال لي هذا خاطر طلع لك بيرتونسيون، قال لي خاطر من الغش. نهارتها هي وليت مشينا عملنا تسريح وتو بالدواء ومبطلوش على الكلوب. راه هذيك غرامنا هذيك وهذيك دنيتنا هذيك، ريت البلاد هذيا والله. نحكي على روحي كان ما جيش كلوب افريكان موجوده في تونس، والله 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 لا نبقى فيها. حب كبير هذا الحقيقه. لا لا ما حب شوية كلمة حب. فيت في حواراتي برشا برشا عبيد يعني محبي للنادي الافريقي، لكن انت مختلف. لا لا كلمة حب شوية فيك الافريقي. عندك روح رياضية ولا حقيقة؟ اش معناها روح رياضية؟ كان ما نفهم شيء. روح رياضية نحن اصحاب، عندنا جيراننا واحبابنا وقاربنا وناسنا وكذا كلهم من جمعيات اخرى. اما راهو معي كلوب افريكان ما. ولدك كيفك ولا اكثر ولا مازال صغير؟ ريتو هذا اكثر. كيفاش اكثر؟ هذا الديمي فينال اللي خسرناه مع مع مع, مع صفاقس ولد عم نول، بات بسخانه ويبكي، اقسم بالله العظيم بات بسخانه ويبكي وما تعشاش. كلمتني امه وقالت لي جاني انا في القهوه وقتها قالت لي اجي نسيتو تعرف اللي جاي يشعلكم.
والله العظيم. الكورة يظهر لي مأثرة عليكم صحيا. مش الكورة، الكلوب افريكان مش الكورة. الكلوب يعني. نقولوا كورة راهو نجموا نحكوا على جمعية أخرى ونحكوا لبرا ونحكوا، أما نحكيك على الكلوب افريكان. هذيك الروح والعقل شنو نجم نقول لك أكثر من وصف من هكا، شنو باش نحب نقول لك؟ هذيك الهواء اللي نتنفسوا في تونس، وإحنا عايشين كيما قلت لك، نعاود نقول لك أنا نحكي بافريكان، حاجة مصبرتني ممكن على البلاد هذي. وقتاش أنت محب للنادي الإفريقي؟ اللي أنا صغرو ما نجمش 4 أو 5 سنين حليت عيني وليت نفهم شوية، لقيت عموماتي ولقيت بابا ولقيت أهلي وفاميلتي كلهم في الكلوب افريكان، انطلقنا المشوار مع الغرام. ان شاء الله ربي يحيينا بخير ونشوف الكلوب افريكان في اعلى مراتب، والله ان شاء الله يا رب يا رب. نحكيو على الجمعيه بين قبل وتوا. شوف صرت لنا ربتور احنا نتاع 10 سنين في 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 تاريخنا نتاع النادي الافريقي، ان شاء الله بحول الله ما عادش يتعاود. يعني كلوب افريكان تاريخنا حافر راه، اول ناس جابت هذه الشامبيونز ليغ، اول ناس جبنا رباعيه، اول ناس غزينا الافريق وغزينا العرب وغزينا كل شيء، معناها هي الكلوب افريكان والغرام هذا في الكلوب راه ما نجمش تعدوا، هذا تاريخنا. جتنا 10 سنين هذه نتاع الربتور اللي صارت لنا ذي باش نحطها في طي النسيان وكاهو، وان شاء الله اللي جاينا خير بحول الله. ان شاء الله يا ربي. الازمات اللي تتعرض لها معناها النادي الافريقي تزيدكم حب يعني ولا لا؟ بيان سور، احنا في الكلوب افريكان رغم ريت الازمه هذه اللي جت اي جمعيه اخرى مش في تونس عالميه راهي اندثرت، احنا في ازمه ومن ازمه لازمه ونحن قاعدين نتكاثر ونتزايد ونتكاثر ونتزايد، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر، فهمتني؟ كل يوم جينيراسيون جايه جديده وخارجه جديده وناس جدد وعالم جديد، ولا بروف تو كي تمشي البارك تويكا بتاع الكلوب افريكان تلقى العباد كيفاش تدازز في الصفوف باش تشري المريول اللي هو بارابور لواحد بطال غالي شويه، 100 دينار ساكوت. اما والله يشريه حتى البطاله. اللي انا نحكي لك علاش يشريه؟ خاطر يحب الجمعيه. انا براتيكمون كي تلقى ناس في البنوك واقفه باش تدفع فلوسها تدزز على الصف واللي خارج من خدمته واللي 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 هذيك باش تعرف شنو هي غرام الجمعيه. كي تلقى ناس فلوس نتاع دواء، تلقى ناس فلوس نتاع عيدو، كي تلقى ناس فلوس نتاع مكتب وعطاها لكلوب افريكان تفهم اش معناها الكلوب افريكان. نخلي لك الكلمه الاخيره، شنو تتمنى للجمعيه؟ ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله اللي جاي خير، وفما رجال واقفه للجمعيه، واهم حاجه دعم الجمهور هذايا اللي باش يبقى تاريخ، ان شاء الله الاجيال اللي جايه الاخرى كل باش تبقى تحكي علينا بحول الله. عايشك بارك الصحه مسيو.